السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة المراكشية. اليوم غنقدم لكم مسمن بيتزا بشكل جديد ورائع جدا، اللي كيجي لذيذ بزاف ومختلف الشكل بمذاق هائل يحبوه وليداتنا. نديرو لهم الكوتي يجيهم لذاذ بزاف. نخليكم على المقادير وطريقة التحضير. قبل ما تشاهدوا الفيديو اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم وانخرطوا في القناة ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديده. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا 400 غرام ديال الدقيق الفرص، ما يعادل 4 الاكواب، كاس تاع الدقيق فينو ما يعادل تقريبا 100 غرام، نص كاس ديال الحليب ما يعادل تقريبا 100 مليلتر، معلقه كبيره تاع زيت الزيتون، معلقه صغيره تاع الزعتر، معلقه صغيره ديال السريده، معلقه صغيره ديال خميره عطل الخبز، معلقه صغيره ديال الملح. بسم الله نبدا على بركه الله. كنصبو الدقيق، دقيق الفرص اي رطب، دقيق هذا فينو او السميد الرقيق. كنصبو الخميرة بهذا الشكل وكنديرو فوقها السكر باش كتفاعل وكتخمر لينا مزيان، ملح، الزعتر بهذا الشكل، كنحكو بيدينا الزيت، كنمزجو هاد المكونات، كنصبو الحليب، وكنبقاو نضيفو الماء يكون دافي قليل قليل حتى تنجمعو العجين ديالنا تصبح هاد العجين رطب ومتماسك. كنصبو قليل قليل، منصبوش مرة واحدة باش منحصلوش العجينة تكون جارية، تنتحكمو في العجينة ديالنا. بعد ما جمعنا العجين أصبح الآن ما خفيف ما ثقيل، كنحاولو ندلكوها مزيان حتى تتصبح لينة ورطبة. بعد ما دلكنا العجين صبح لهاد الشكل كيف ما تلاحظو، هو رطب ولين هو هاد الشكل. الان غادي نتركوه حتى تنتركوه بعد شي تقريبا 10 دقائق حتى 15 دقيقه حتى ترتاح مزيان. بالنسبه لمقادير الحشوه كنحتاجو فلفل احمر، فلفل اصفر، فلفل اخضر، كنقطعهم قطع صغيره بزاف لان ما كنشحروا ما حتى حاجه، يعني تقريبا ربع فلفل، كل فلفل كناخذ منها الربع ديال بصله واحده متوسطه مقطعة على هذا الشكل شرائح. عندنا طون علبه ديال الطونه، قليل الزيتون الاسود، الفرماج على هذا الشكل محكوك، هذا اللي تزيين هذا اختياري. عندنا الفرماج مربع ساندويتش. بالنسبه للصوص كنحتاجو جوج معالق كبار نتاع طماطم مصبره حتى 3 معالق كبار على هذا الشكل، قليل من الملح، معلقه كبيره ديال الزيت، زيت نباتي، جوج معالق كبار ديال السريده، ورق سيدنا موسى اي ورق سيدنا الغار. بسم الله نبدا على بركه الله. كناخذ الماء، ها هو كاس، كاس الا ربع على هذا الشكل، كنصبوه، كنضع قليل من الملح، ورقه واحده سيدنا موسى الغار، سنيده، تنتركو هاد الخليط تيغلى مزيان. بعد ما غلى المزيج كنصبو معلقة ديال الزيت على هاد الشكل، كنصبو الطماطم وتنتركوها على هاد الشكل تقريبا بعد دقيق خمسة دقائق حتى تتغلى لنا الطماطم مزيان. بعد ما غلات لاصوص صبحت على هاد الشكل هانتوما كي كتشوفو، كنطفي عليها النار وكنتركوها جانبا حتى نديروها في المسمنات ديالنا. بسم الله بعد ما فتحت العجين ديالنا الان غادي نحاولوا نديروها قطع. قطع دائما حسب الرغبه تاع اي واحد كبار ولا صغار. الان بعد ما شكلناهم
قطع، هنا عندنا هنايا 10 القطع، الان غنديرهم كويرات. الشكل وكنتركهم كنوضعهم في التبصيل، كنبقاو مستمرين حتى تنكملوا، وكنحاولوا ندهنوهم قليل من الزيت، كندهنوهم باش من الزيت باش ما تكون واحد القشره كيبسوا من الفوق، وكنبقاو مستمرين حتى تنكملوا جميع الكويرات اللي عندنا. بعد ما شكلنا هاد الكويرات الان غادي نحاولوا نغطيهم تقريبا، نتركهم تقريبا شي 5 دقائق، عاد من بعد نبدا نسرح فيهم. بسم الله على بركة الله، كناخدو الأولى اللي كورنا ووضعناها، كناخدو وكنغطيو باش ما تكونش من واحد القشرة، وكناخدو هذا مكون فيه الزبدة والزيت باش كنورقو هاد المسمن ديالنا كيجينا مورق. كنبقاو نورقو في هذا الشكل حتى نسرحوه مزيان. بعد ما سرحناها كناخدو هاد الطماط سندويش بهذا الشكل، وكنوضعوها في الطاوة. الان بعد ما كملنا جميع السيمنات ديالنا، الان ندخلو المرحلة الأخيرة. بسم الله كناخدو السمنة كنبسطوها بعض الشيء شوية ماشي بزاف، كنوريكم الشكل. من بعد ما بسطناها الان غادي نحاولو نديرو ليها لاصوص، كناخدو بسم الله ها لاصوص هي، كندهنها بلاصوص مزيان. المسمنات كيجيو رائعين في المذاق وبنان والشكل مختلف. كنديرو قليل من البصل، البصل هذه اختيار يلي باش شحرها هي على الشكل، شحرتها في شويه زيت ودرت لها شويه مليحه، هذا اختياري اللي باش شحرها اللي باش يتركها هكذاك خضرها يتركها. كندير قليل من الثوم، شويه الفلفل احمر، كندير فلفل اخضر، كل حاجه منها شوي شوي باش يعطينا المنظر. الشكل كنديروا واحد القليل من الفرماج واحد شويه، انتما كي كتشوفوا المنظر كي جا واحد زويسينات كحلين. كل حاجه كنديروا منها شويه، وكنبقاو مستمرين حتى تنكملوا جميع المسمنات اللي عندنا. الان بعد ما كملنا جميع المسمن ديالنا، مسمن البيتزا كيجي على هذا الشكل كما كتشوفوا، كيجي المنظر ديالو رائع. الان غادي نحاولوا ندخلوا الفرن، الفرن كيكون ساخن كيسخن مزيان، وكنقصوا عليه وكنراقبوه حتى تيطيبوا. الشكل النهائي ديال مسمن البيتزا كيجي على هذا الشكل، كيجي بنين ولذيذ بزاف. كنتمنى يعجبكم، غادي يعجبكم، غير جربوه بارطاجوه مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.